وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في الجزء ما قبل المباراه. هنتكلم عن الطاقم التحكيم مع خبيرنا التحكيمي كابتن سمير عثمان. ازيك كابتننا؟ مشرف ومنور. بشرف ليا كابتن اسلام. إيه؟ الحمد لله كله الحمد تمام الحمد لله. خش على التقيل. طاقم تحكيم كرواتي لمباراه النادي الاهلي ونادي بيراميدز. فان بيبيك من مواليد 30 مايو 77، وبقيه الحكام المساعدين. راي حضرتك في اختيار الاتحاد لجنه الحكام لاختيار هذا الطاقم لاداره هذه المباراه الهامه جدا؟ اختيار غير موفق. غير موفق طبعا على طول كده. طبعا بص، احنا بنتكلم بالارقام يعني، واحنا انا صريح مع حضرتك يعني، يا رب يعمل ماتش كويس قوي ان شاء الله، بس احنا عندنا بعض الحاجات اللي ممكن نتكلم فيها بسرعه. اتفضل. ايفان بيبيك من كرواتيا كان من حكام النخبة الأول، كان في 2010 اختاروه من ضمن حكام اللي هيديروا كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وبعد كده تم استبعاده. لماذا تم استبعاده؟ مستوى فني طبعا. مستوى فني. وبعد كده نزل من كاتيجوري A اللي هو إليت A في أوروبا، بقى إليت B. شيء طبيعي برضو ممكن يحصل مع أي حكم بس يرجع تاني، بس أنا بتكلم هو دولي من فترة، وأتمنى يا رب يعمل مباراة كويسة. هو لعب قبل كده مباراة قمة بين النادي الأهلي والزمالك، تمام، كان في سنة 2007. نعم. تمام. النقطة بس اللي أنا فيها استغراب يا كابتن، ماتش الأهلي وبيراميدز ده ماتش قمة النهاردة، مظبوط ولا؟ مظبوط. يعني من ضمن الأهلي والزمالك بالظبط، وبيراميدز والإسماعيلي، ماتش قمة، تمام. حكم بتاع النهاردة لعب في الدوري السعودي السنة دي، ظهر 24 مرة. 24 مرة لعب مباراة في الدوري السعودي. في الدوري السعودي لعب مباريتين كحكم، ولعب 22 مباراة كحكم رابع. 22 مباراة كحكم رابع كان اخرها الاسبوع اللي فات. بس خد بالك قد تكون بداية او يعني دي انطلاقة قوة بالنسبة له، لان الدوري السعودي واحد من اقوى الدوريات في العالم. مش حكم انا اسف، في العالم العربي يعني. اقوى دوري في المنطقة العربية كلها. نعم. اقوى من الدوري المصري كمان، تمام، بس ما لعبش حكم رابع، ما لعبش حكم رابع 22 مباراة كحكم رابع. ها. وبعد كده يدير هنا مباراة قمة، انا بعيد تاني، ما لعبش 22 مباراة حكم رابع في اي دوري، مش هم دوري، وهنا يدير عندي مباراة قمة. حاجة من حاجتين، انا يعني مستوى الكرة عندي فعلا بعيد قوي، بعيد جدا. 22 مباراة حكما رابعا، ولعب مباراتين حكم ساحة فقط، تمام تمام، ومباراتين كحكم للساحة. بالظبط. هي حاجة من حاجتين، احنا الدوري بتاعنا فعلا بعيد قوي عن بقية الدوريات العربية الموجودة، وبناء على بعيد سلبا طبعا، بعيد سلبا. لا لا إجمال. لا يعني انا حكم بيحكم هناك رابع فقط 22 مباراة، ويجي هنا يلعب مباراة قمة، يا رب تبقى انطلاقة ليه كويسة النهاردة. ومع ذلك أتمنى التوفيق. هو الطاقم مع إيفيك مورديتش من برضو كرواتيا، وجاران بيريكيا، وحكم رابع برضو من كرواتيا توهين بيجان. ولغاية دلوقتي أنا برضو مش عارف إيه سير الحكم الرابع بيبقى أجنبي يعني. دي علامة استفهام بالنسبة لي. أنت بدل ما تجيب حكم رابع أجنبي، من وجهة نظري وأنا المسؤول، من المرة الثانية حضرتك بتقول هذا الكلام بالظبط، يبقى لازم في مبدأ تكافؤ الفرص، ونجيب حكام اللي هم الإضافيين اللي بيبقوا خلف المرمى، لأن هم برضو ليهم إيجابيات كتيرة بالرغم إنه سلبياتهم ممكن تبقى موجودة. بس طالما عندنا مباراة يا كابتن إسلام بتتلعب بخمس حكام، لازم كل المباريات تتلعب برضو بخمس حكام. ما ينفعش فرقة طول الموسم بتلعب بثلاث حكام وبيت الفرق تلعب بخمس حكام. ده وجهة نظري أنا، ولازم طبعا الناس المسؤولة عن التحكيم ياخدوا بالهم من النقطة دي، لأن مبدأ تكافؤ الفرص ده مبدأ مهم جدا. طيب قبل بس ما نكمل كلامنا مع كابتن سمير عثمان، عايز أقول لحضراتكم انتهت مباراة نادي الزمالك ونادي الإسماعيلي بفوز نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء، وبيرتفع رصيد نادي الزمالك للنقطة 60، ويتصدر الدوري العام مؤقتا حتى نهاية مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز. ساعتها بقى هنقدر نقول إيه اللي هيحصل بعد نهاية المباراة، وبالتالي فوز لنادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء للنادي الإسماعيلي. بسرعة كده سريعا يعني، هل أنت شفت النهاردة في حكم السربي في مباراة نادي الإسماعيلي والزمالك؟ لا بصراحة ما تبعتوش، ما تبعتش المباراة، كنت جاي في الطريق طبعا النهاردة 13 ساعة بالمتين. الدنيا صعبة قوي، زحمة، الدنيا صعبة، معلش. لكن طيب خلينا نرجع تاني لطاقم التحكيم الكرواتي، وبالتالي حضرتك شايف أنه اختيار غير موفق كوجهة أرقام بالإحصائيات؟ طبعا غير موفق. أتمنى له النهاردة التوفيق، لأن بعد لك كابتن إسلام بالسؤال بسيط جدا، دي مباراة قمة النهاردة ولا لأ؟ ما احنا قلنا مباراة ممكن يتحدث فيها بطل الدوري والتاني لأ، برضه بنسبة كبيرة لازم أجيب لها مباراة على قد الحدث بناء على الهيستوري والتاريخ بتاعه. تمام. يا رب ان شاء الله يعمل مباراه كويسه،
وينجح من المباراه. احنا في النهايه عاوزين ان كل فريق ياخد حقه، ودي رقم واحد. ورقم اتنين يبقى اضافه ويدي خبراته للحكام المصريين اللي هم اللي بيتفرجوا دلوقتي على معظم الدوري المصري يعني. طيب اهم مميزات هذا الحكم، هو هادي. هادي هادي اه طبعا، مش بيتسرع خاصه في الكروت. انا اتفرجت له قبل كده على كذا مباراه يعني، يعني نادرا ما يدي كارت احمر يعني خلال الموسم بتاعه، الا لو تبقى في كور مستحقه. انما هادي، تقديراته الفنيه في بعض الاحيان بتبقى توصل نسبه 80% او 85%. النهارده اللي ينجح الحكم حاجتين: سلوك اللاعبين معاه في الملعب. لو سلوك اللاعبين معاه في الملعب هيساعده كويس جدا. تاني نقطة، لو ما جالوش اختبارات داخل منطقة الجزاء يبقى مش هنتكلم عليه أي كلام خالص. طالما ما جالوش اختبارات داخل منطقة الجزاء يبقى المباراة تعدي معاه لبره الأمان. لما طيب. الاختبار السليم للحكم والصعب أما تديله ألعاب داخل منطقة الجزاء. طيب هنرجع نكمل كلامنا مع كابتن سمير عثمان، ولكن نطلع نشوف تقرير عن طاقم التحكيم لهذه المباراة ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن سمير، اذا حضرتك شايف ان اختيار هذا الحكم اختيار غير موفق بمقارنه مع بالارقام اللي عند حضرتك او مقارنه مع قوه المباراه، مباراه قمه النهارده. لا كان لازم يجي حكم برضو اسم كبير. يا رب باذن الله ما تبقاش في مشاكل في المباراه، مفيش اختبارات في ال 18، يبقى الحكم هينجح بالمباراه ومش هنحس بيه خالص. طيب ماذا يفعل كي ينجح بهذه المباراه الحكم؟ لازم يبقى مركز كويس جدا، ولازم يبقى عارف انه بيلعب برضو لاسمه، بحكم دولي. كل الحكام الدوليين مباراتهم المفروض تبقى مراقبة، يعني هو لازم يحافظ على اسمه. المفروض بتبقى مراقبة ازاي يا كابتن؟ من مين؟ أو مين اللي بيديله؟ مين بيدي تقرير؟ أو مين اللي مش عارف؟ الاتحاد الأهلي هنا لازم يبعت صورة هنا النهار. اه بالظبط. اه الاتحاد لا 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 الاتحاد المصري، الاتحاد المصري بتاع البلد المحلي لازم يبعت صورة من تقرير المراقب لمكانين، للاتحاد بتاعه والاتحاد الدولي، عشان ده حكم دولي. يعني لازم بعد المباراة، بس يا رب التقرير يعني يبقى في تقرير. مين يعني اللي بيكتب التقرير ده؟ مراقب الحكام. يعني لازم لجنه الحكام النهارده تعين مراقب الحكام غير مراقب لجنه المسابقات. مراقب لجنه الحكام المفروض ده بيعمل التقرير بتاعه، بيبقى هو عارف الكلام ده كله المفروض. طبعا طبعا اي حكم دولي كده لان عارف ان في تقرير بياخده بالتقرير دي يا كابتن، بتوصيات وريكومنديشن. طالما فرقه بلد من بره بس كاحتراما لازم طبعا ياخده بيها. بس طبعا لازم المراقب برضو يبقى على مستوى عالي برضو، خلي بالك انت. كيف يتم اختيار الحكم يا كابتن؟ لانه الحكم ولا المراقب؟ الحكم. أوكي. الحكم، معلش انا اصلا انا اشمعنى الحكم ده؟ بص اللي يعني انا يعني الكابتن عصام وهو قاعد بيفكر في كيفيه، مش هو بيفكر ولا انا ما اعرفش طبعا ازاي يعني الخطوات التي يتم اتخاذها عشان اقدر اجيب. يعني انا دلوقتي عندي ماتش الاسبوع الجاي الاهلي والمصري. كويس. خلاص؟ كويس. الاهلي والمصري معروف ان هم يوم 25/4. تمام. فانا من دلوقتي هبتدي ابعت، فببعت بالزبط. انا كلجنه حكام ببعت لثلاث اهم ثلاث وتبعت ايه بقى؟ تبعت يعني إيه؟ انا المفروض ابعت ايه؟ هو ده اللي انا عايز افهمه. او الناس عايزه تفهمه. اوكي. المفروض الصح اللي بيتعمل، اللي زمان كان بيتعمل ايام كابتن محمد حسام طبعا الله يرحمه واللي جاني السابق، كان بيبعت ايه؟ يبعت مثلا للمجر عاوز فيكتور كاساي بالاسم. الله وده اللي بيحصل. ده زمان، دلوقتي لا. انا عاوز فيكتور كاساي من المجر، خلاص يبقى انا بعت ايه؟ ايميل للمجر. تمام. اروح بعد كده مثلا عاوز مردوفيتش من صربيا، اروح باعت له بالاسم. 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 طب افرض الاثنين وافقوا، انا اختار، بس لازم اعتذر بقى. اللي انا اعرفه هنا، اللي انا اعرفه هنا وده متاكد، اللي انا اعرفه من لجنه الحكام الرئيسيه، هم بيعملوا حاجه انا شايفها مش صح. بيبعتوا ال10، نفترض مثلا لو 6 وافقوا بيختاروا واحد والباقي ما يعتذر لهمش. فتاني مره اما انت تي ده، خلي بالك انا بقولها لك دي والله، في حكام من بره هم اللي قالوها لي، حكام من بره يعني مش لدي ذكر اسمائهم، حكام من بره في اوروبا بيقولوا انتوا قبل كده بعتوا لنا وبعد احنا ما وافقنا انتوا ما ردتوش علينا. فتاني مره انتوا ما بعتوا احنا ما ردناش. فالمفروض يعني المفروض انت طالما انك بعت ال10، معلش خلينا تاني، احنا في ال10 دلوقتي ابعت ل10 اتحادات. بالظبط. ال10 اتحادات رد منهم 5. بالظبط. بيختار واحد من الخمسه والمفروض تعتذر للاربعه. على اساس اعتذرت؟ انت بقى انت بقى على اساس ايه بتختار انت السيره الذاتيه بتاعتك؟ مين بقى هو؟ كابتن عصام ولا طبعاً اللجنه؟ لا لا كابتن عصام طبعا، عصام واللجنه يعني. بس هو المفروض ايه؟ المفروض يقول اسم. انا فيكتور كاساي من المجر مثلا. لازم يختار اسامي. ليه؟ انا مثلا سي النهارده انا بعت للمجر، ممكن يديني اي حكم. انت مثلا ايه في المجر مثلا في 9 حكام دوليين، ممكن يبعت لك اي واحد. ليه؟ انت ما اخترتش.
او ممكن انت تعمل ايه، انا عاوز كاتيجوري ايه. والطبيعي يا كابتن اسلام اي مباراه قمه دوله اجنبيه او زي ما احنا نعتبر دوله اجنبيه للدول اللي بره، نعم. لازم يجي لي افضل حاجه لان هو كلها سعر واحد، حكام كلهم سعر واحد، حكام العالم كلهم سعر واحد، معروفين. انت اليوم ب 500 دولار اليوم الحكم ب 500 دولار، يعني انت تجيب اربع حكام يعني 2000 دولار سي، هيقعدوا مثلا 3 ايام يبقى 2000 في 3 يبقى 6000 دولار مع الاقامه والمصاريف الطيران والاقامه تعمل لها حوالي 7 8000 دولار تانية. بس هو ده ده المفروض ده الاختيار الصح، لان ده الاختيار اللي طيب. لاي دوله بتعمله بتبعت للاتحادات الاجنبيه بالاسم عاوزين تمام. فلان. طيب كابتن سمير اخيرا توقعاتك الى هذه المباراه، توقعاتك لطاقم التحكيم في هذه المباراه. هيبان من اول 10 دقائق يا كابتن اسلام، لو ان شاء الله الحكم ايفان لو كان هادي باذن الله، ولازم يفرض شخصيته على اللعيبه لان اللعيب بيختبر الحكم في بدايه المباراه بدايه كمان من اختيار كره المباراه، لو قريب من كل كوره ومركز مع كل كوره ان شاء الله، والحكم ده عاوز ينجح، انا نصيحه ليه لازم يكون النهارده اناني. اناني يحب اسمه بس. فكره حلوه جدا، او يعني كلمه حلوه جدا هختم بيها هذه الفقره حبيب. ان احنا بعد المباراه ان شاء الله هيكون لنا فقره ان شاء الله. ان شاء الله نتمناها ان شاء الله تكون بسيطه وما تبقاش طويله يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن سمير. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل بقى ضيوفنا الكبار النجوم، كابتن محمد حشيش، كابتن احمد بلال، وايضا كابتن تامر بدوي بعد هذا الفاصل.